فجوة غياب الصداقة بين الأهل والأبناء. نتابع التقرير. تعتبر الأسرة أول محطة الأمان والدفء والاستقرار للأبناء، مما يخلق جواً حيوياً بين الآباء وأبنائهم، إلا أن غياب الصداقة بينهما يخلق فجوة من الصعب أن تسد، مما يجعل الأبناء في عزلة عن آبائهم جسدياً ووجدانياً ونفسياً. فما هي أسباب غياب الصداقة بين الأهل والأبناء وكيف نتداركها؟ وما الفرق بين فجوة جيل الأمس وجيل اليوم؟ بهذا الشأن أرحب ضيفتنا في الأستوديو أستاذة نهلة العقيل، مهتمة بشأن الطفل. أهلا وسهلا فيك أستاذة نهلة. أهلا فيكم. هلا، دورتينا. يعني زي ما شفنا في التقرير اللي انعرض أنه ما كان في احترام، خلينا نقول أول شيء، بين الابن والأب أو البنت وأمها. متى يجب أن أهتم أنا كأم بصداقة أبنائي؟ صداقة الأبناء تبدأ من أول شيء من العلاقة بين الزوج والزوجة. ذكر لنا الدكتور مصطفى أبو سعد أن العلاقة تبدأ من خلال الزوج والزوجة، وهذه العلاقة تبنى على أربع أشياء، اللي هي علاقة إيجابية وثقة متبادلة بين الطرفين، وأيضا بناء هذه العلاقة والتركيز على الإيجابية وتحويل السلبي إلى الإيجابي. 70% من التربية أساسها العلاقة. إذا كانت هناك علاقة بين الزوج والزوجة، علاقة سعيدة خالية من المشاكل، بدأنا هنا علاقة وصداقة بين الأبناء والأباء. طيب، يعني أفهم من كلامك أستاذة نهلة أنه لازم يكون في البداية الزوجين متفاهمين، في أسلوب للنقاش، في أسلوب للطرح، ممكن ما تصير الهواشات أو المناقشات بين الزوجين قدام الأبناء. طب في أي عمر بالضبط أو في أي مرحلة عمرية للأبناء أنا أبدأ بإني أفهم ابني أو بنتي إنه أنا صاحبتك أو أنا صاحبتك؟ يعني متى يشوفون من أول تكوين الأسرة، اللي هي تكوين الأسرة يكون زوج وزوجة، بعدها يأتي الأبناء. يشوف الابن العلاقة بين الأب ووالدي، نعم. يبدأ هنا إيش ينشأ الصداقة. يشوف الأبوه إنه صديق أمه، عرفتي؟ هنا يبدأ إيش يكتسب منهم هذه العادات وهذه السلوكيات. جميل، يعني من البداية مرة، من أيوة. أول ما يكون الطفل خلاص، من أول ما يبدأ يتكلم أو يبدأ يستوعب، من قبل الزواج. نعم، من قبل. طيب، الزواج. طيب، بنعرف كمان يا أستاذة نهلة أنه الصداقة ما بين الأم والأولاد أقرب أحيانا من الأولاد والابن، يمكن بسبب يعني كل واحد له هيبته، كل واحد له مكانته. الأم هي اللي دائما تكون في وجهها المدفع زي ما نقول دائما، فلها أسباب مرة كثير. لكن هذه الصداقة كيف تتكون؟ هل هي مع الحوار؟ هل هي مع المشاركة؟ ايش الاسس الفعليه اللي تنبني عليها هذه الصداقه؟ صور السعاده في الاسره تبنى على شيء واحد، على كلمه واحده، هي المحبه. في الاسره المتحابه، الافراد اللي يحبون بعضهم بعضا، الزوج يحب زوجته، ومنها يحب الابناء اخوانهم وابائهم، هنا تبدا تنشا عندنا الاسره المتحابه، تكون سليمه من خلال ما فيها مشاكل، سليمه اجتماعيا وسليمه نفسيا. يعني ذكرت أكثر من مرة لما الزوج والزوجة تكون علاقتهم طيبة، طب أحيانا بيكون في مشاكل ما بين الزوجين، أو أنه علاقتهم تكون جدا سيئة وباقيين مع بعض عشان الأولاد، وفوق هذا كله يلاقي أنه علاقة الأم بأولادها أكثر من رائعة. وقت الصداقة تكون صديقة، أيوة. ووقت الأمومة تقدر تكون أم، لأن هنا الأم قدرت إيش دارك الموقف، عرفت أنها إيش في مثلا نقطة، لقيت مثلا الأب مثلا مو مثلا متعاون معها أو مش قريب أو قريب الأسرة. بس الأم أي. إيش متفهمة، قدرت تدارك الموقف، تحاول أنها تصد العجز. بس إيش هنا يكون تعب على الأم، بس مهما يكون هذه أم ما شاء الله عليها محاربة قادرة مجاهدة على ما قالتهم، إيش ترفع إيش بأسرتها، عشان كذا الجنة تحت أقدامها. طيب أستاذة نهلة، ليش بنشوف أنه بعض الأبناء بيفضل يكون عندهم أصدقاء وأقران من نفس سنهم، قريبين منهم، قريبين من تفكيرهم، أكثر مما يكونوا أقرب للأم والأب؟ شيء بسيط، إن أصدقائهم يكونوا نفس العمر، نفس تفكيرهم، نفس مستواهم الثقافي والإدراك. بعض الأحيان يكونون إيش
الأب أسلوبه يكون وعظي وإرشادي، افعل تفعل، يكون قصدك بصيغة أمر. أي بصيغة يعني الأمر الطفل بالذات. أيوة. المراهق ما يتهيأ لفترة المراهقة، المراهق ما يحب الأهل تتم جالس وقت. أيوة. شيل حط ما يبغى. أيوة. وأيضا في نقطة ثانية، أن الطفل مثلا الإبن يكون إيش مع صديقة، ما في كل واحد مسؤول عن نفسه، ما في وصايا، كل واحد مسؤول عن نفسه. أما مع الأباء لا، الأب يكون وصي للابن أو الأم تكون وصية. أيضا عندنا مبدأ الرفض والقبول. مع أصدقاء ممكن يرفض ممكن يقبل، بس مع الوالدين لا، ما يقدر يرفض. أي هذا شيء إلزامي. ليه مو شرط يا أستاذة نهلة؟ على حسب الوالدين. بعض الآباء يعني، يعني مثلا في ناس أنشئوا على مبدأ يا تقنعني يا أقنعك، يعني أنا مثلا أتكلم عن نفسي، تحول شيء في شيء إيجابي وفي شيء سلبي، يا تقنعني يا أقنعك. أوكي في الأخير هو بيمشي كلامه ما اختلفنا. بس هو إنه فكرة إنه كان بيفتح مجال الحوار بينه، مش إنه مثلاً يسمع وجهة نظرك وخلاص وما تمشي علي أو أمشي عليك، لا أتناقشي معاه. أتناقش أي هنا أنا فتحت مبدأ الحوار بين الأبناء. بالضبط. أي فتح مبدأ الحوار بين الأبناء خفت عندي كل المشاكل اللي تطلع. صح. يعني بصير إيش؟ بصير ابن بيقتنع برأي أبوه، عرفتي؟ خصوصاً الأب مثلاً أو الأم لهم نظرة ثاقب على زي ما يقولون، بيقتنع برأي أبوه. بس إيش إذا كان في حوار؟ أما لا بصيغة الأمر ولا صيغة الوضع والإرشاد، هنا لا الابن بيقعد يعاند. صح. أيضا طيب. عندنا أيضا تصرفات وسلوكيات مع بعض متقاربة. مثلا أنا مع صديقي وذا بيكون عندي مبدأ ثواب العقاب، أما مع الابن مع الأب بيكون إيش؟ بيكون فردي ما في. أيضا بعض الأبناء يكون الأصدقاء قدوة لهم، بعضهم يقلد. أي يقلد. شوف بعضهم الأهل لا والله الأهلي مثلا تشوف مثلا أب مثلا يكذب، لو كذب يقول أنا أمزح. هنا ما يكون في مصداقية في الأمر، ما يكون عنده قدوة. أو صحيح. أي أو أنه مثلا يختار صديقة مثلا والله عجبها مثلا في تصرفاته أو في سلوكه، يقدر يختار الصديق اللي هو يبيه. نقدر يعني ننسب هذا انه سبب من اسباب ضعف العلاقه بين الاهل والابناء؟ ضعف العلاقه تكون يمكن بسبب سبب انشغال الوالدين. عندك الاب ما يدري مثلا سفرياته كثيره، ما يوفق بين البيت والعمل. الام ايضا حين امهات مع هذا التطور تشوفين الام ما تجي البيت، كلهم يشتغلوا، ما في يعني طلعت عندنا الامراض بدت تظهر بسبب ايش؟ ما في هناك تواصل بين الأم وأبنائها. أيضا عندنا التربية بالشدة. مثلا ما في بعض الأمور تحتاج بعض الأمور نكون لينين فيها. صح. الطفل أو عشان دائما أقول الطفل عشان أدرس أطفال. الإبن هنا جاب موضوع لو بسيط، لو بياخذ رأي أمه ولا أبوه بيقول عارف إنه شيء إيش راح يصده، ما يقدر إنه إيش يتقدم. أيضا الأب مهمته مثلا بعض الاباء مهمتهم اكل مشرب ملبس. صح. الامور الثانيه المحبه المشاركة. الحوار المشاركه ما فيه، معدومه عندهم هذه الاشياء. هذا من سبب ما يؤدي الى ضعف العلاقه بين الابناء والاباء. وكمان مع ضيق الوقت سواء للوالدين الام او الاب يعني صارت مهمتهم بس انه احنا توفير نعطي توفير أوامر. أوامر. يعني انه اكلت شربت نمت لا. ايه. بس هي انا جايب اي انا موفر لك كل شيء خلاص، لا تطلب مني اشياء ثانيه. هذا شهاده كثير للاسف. دوره في نفسيه يعني دور انه انا اكون صحبه ابنائي، ايش هيلعب دور كبير؟ يعني قد ايه اصلا حجم الدور هذا سواء كان كبير او صغير في نفسيه الابن؟ وايش دوره اساسا؟ ايش كيف ممكن يطلع الولد في حال مثلا انا ما اكون صحبته؟ ايش ممكن ياثر علي؟ بيروح يدور له بديل. ممكن يكون شخص سيء. بيكون مثلا زي الحين عند المراهقين ممكن يصادقون شباب يكون في تعويض بشكل بيروح ايه بيكون ايش بيكون اذا ما حصل في البيت بيئه ملائمه صديقه له هنا بيروح يدور مكان ثاني. وممكن يكون ايش شيء لا تحمد عقباه يعني. صحيح. يعني هيأثر علي وعلى كثير. طب يعني فبالتالي أستاذة نهلة المسؤول عن ضعف العلاقة بين الأبناء وبين الآباء هم الآباء بالدرجة الأولى. أيوة. طيب بس في مثلا بعض الناس شخصياتهم تختلف من شخص لآخر، يعني في بعض الأطفال أو المراهقين أو الأبناء ممكن مثلا يكون شخصيته هادي انطوائي
انعزالي، مهما حاولت الام انها تقرب منه او الاب حاول انه يقرب منه، اوكي انا احبكم انتم اهلي انتم عيلتي، بس انا مثلا احب انه انا يكون عندي السايت حقي، انه انا اكون جاهز. في اوقات محدده ممكن الوقت انا بخلي الولد منعزل، اروح اشوف الاشياء اللي يحبها. مثلا عندنا فيه ذكر لي مره دكتور من الدكاتره قال لي في شخص مثلا انه طبيب بس ايش ما يحب يختلط من الناس، بس اصحابه عرفوا ايش الشيء اللي هو يحبه، مثلا كان يحب الطيران الشراعي، بدوا ايش يشاركونه في الانديه اللي فيها الانديه الشراعيه. عشان كذا انا اشوف المجال اللي يحبه ابني ايش هو اقرب منه، هنا ايش يبدا ايش بدل ما كان حب البعيد كذا ايش اصبح قريب. ابسط حاجه انه ممكن الاولاد هنا تحديدا عندنا في السعوديه اكثر حاجه ممكن الاباء يشاركوا الابناء فيها حبهم للكوره. أيوة. يلا نشجع فريق واحد، يلا نعمل كذا، والان كمان بزياده بعد ما سمحوا بدخول العوائل الملاعب. أيوة. حتى الام والاخوات ترى كلهم يقدروا يروحوا الباكج. أيوة. صح. كمان في حاجة ممكن نكون إحنا كأبوين حتى لو عندنا خلافات مثلا في البيت، أنا أقدر زي ما أنت قلت الأم قادرة على فعل كثير أشياء، فممكن تكون الأم معدية مراحل كثير من أنها رفع مستوى الصداقة ما بينها وما بين أبنائها، وكذلك مخلي الأب يلتزم بهذا الموضوع مع أبنائه. لكن في حالة الانفصال، حالة الانفصال، الانفصال ممكن يؤدي شيء إيجابي ممكن شيء سلبي. زي مثلا شيء إيجابي إذا كان هناك تعاون بين الطرفين، بين الزوج والزوجة أو الزوج السابق، وأنهم راعتهم لابنهم وتكوين علاقة جيدة وتكون هناك علاقة إيجابية، ما يحس الابن أثر هذه العلاقة. كثير منشوف مثلا أبناء عايشين أسر مو منفصلين وفيهم مشاكل. صح. بسبب إيش؟ بعد بين بعضهم البعض. الشيء السلبي إنه كان والله لا الأم تشهد والأب يشهد، هنا يصير عندنا مشاكل ويزيد التوتر بين الأبناء. ممكن وأكثر ما نلاحظ هذه المشاكل في مرحلة المراهقة، ممكن يبدأ مثلا قصدك أنهم الأب يبدأ يقول كلام سيء عن الأم والعكس الأم تقول كلام سيء عن الأب. أنا كذا أنا هنا لابد إيش أنا كأم أوقف وأتعاون مع الأب. ليش؟ لأني مصلحة أبنائي، أترك الأشياء السلبية والمشاكل السابقة، ليش أنا أوقفها؟ وقفتها والله عشان مصلحة ابني، مصلحة الأولاد. إيه؟ وبالعكس ممكن يكون بعض الأحيان الانفصال بين الأم والأب أفضل كثير لنفسيتهم. يعني ممكن مثلا أنا أشجع هذا الشيء، أبي يطول لسانه عليها، هذا ممكن يطلع الولد معقد نفسيا ويطلع يضرب زوجته أو بدون ما يكون سبحان الله هناك ألفة بينهم، الانفصال يكون حلهم. طب بس أستاذة نهلة، في بعض الأمور يعني مثلا خلينا نقول الآن المجتمع انفتح، يعني في مثلا احيانا بيكون البنات تحديدا المراهقات ممكن يكون لهم تصرفات الام ما تتقبلها. لو مهما انا كنت صديقه بنتي، بس ما اتخيل مثلا تيجي بنتي مثلا تقول لي، يعني خلينا نقول مثلا انا بكلم واحد مستحيل اتقبلها اكيد، بس انا برضو لازم احاول انه انا اخليها تصارحني. ايه اسالها ليش ما اتقبلها؟ اي ما اتقبل اوقف، حكون بين نارين، بين انه انا ابغى اسمع لها عشان انا امها واقدر انه انا تكون عيني عليها، بس في نفس الوقت انا لازم يعني ليش؟ ما أشجعها على الموضوع ده، ما أقعد أصارخ ولا أعاقب البنت وأخذ منها مثلا زي الجوال أو زي كذا، أتفهم الأمور ببساطة بهدوء. لأن إذا أنا شديت عليها راح تنفر مني البنت. بس إذا أنا والله أخذتها برؤية وهدوء وحكمة، هنا إيش بدأت البنت تقبلني، ممكن تشوفني سبحان الله، ممكن هذه ربة طارة النافعة، ممكن هنا إيش أتقرب من بنتي، أعرف أني أنا أكون بعيدة عنها وأصير أنا هنا قريبة منها بسبب هذا ممكن المشكلة. ممكن هي وقتها تقتنع برأي الأم إنه لا، ممكن يعني ليش البنت ليش اتجهت هذا الجهة، أشوف أعرف ليش أنا أشوف أنا الجوانب أنا. الجوانب اللي أنا مخفقة فيها اللي خلت البنت مثلا تروح هذا السلوك. كمان يعني أبغى أسألك عن الناس اللي كانوا غافلين عن هذا الجانب وما كان عندهم علاقة صداقة مع أبنائهم هم صغار، وعلى كبر الأب أو الأم وعيت وحبت إنها تتقرب، كيف ممكن تكسر هذا الحاجز اللي تبنى من سنين وترجع تكون صداقة مع أبنائها خصوصا في سن المراهقة تحديدا؟ سن المراهقة، المراهق يحتاج إيش؟ يحتاج إنصات، يحتاج أحد يسمع. إذ أنا والله سمحت ابني وفتحت له إنصات، مو باستماع أيضا عن طريق اللمسات الحانية. صحيح.
عندنا لمسات حنية مختلفة للجسد، عندنا لمسات أبوية، لمسة الجسم، تشابك اليدين بين الابن هذه لها دور، أيضا ضرب مثلا يجي الابن يضرب كتف والده هذا نوع من إيش؟ من الصداقة. وعندنا أيضا ذكرنا الدكتور مصطفى أبو سعد 4 قبلات يومية لازم نعطيها أطفالنا أو أبنائنا، قبلة اللي على الرأس اللي هي تدل على الفخر، قبلة على الجبين، وقبلة على الخدين اللي تدل على الشوق، قبلة على أيضا على اليدين على المحبة. لازم إيش؟ تصير قريبين من أبنائنا، مو قريب بس والله بالكلام ولا الحوار، لا، بالتقرب الجسدي بينهم. أيضا نبرات الصوت تدل على المحبة، يعني أنا أتكلم وتحاور مع ابني إيش يكون صوتي إيش في محبة وفي حنان. أيضا الحوار، حوارنا إحنا مع أبنائنا مرة قليل جدا. الحوار مفتاح لكل العلاقات. صحيح. أستاذة نهلة، إيش في رسالة حابة توجيهها للآباء اللي يسمعونا والأبناء أيضا؟ بعبارة ذكرها لنا الدكتور مصطفى سعد، حدثوا أبنائكم في الصغر يحدثونكم في الكبر. يا سلام. نعم. شكرا لك يا أستاذة نهلة العقيل على هذه المعلومات. الله يعافيك. مشاهدين احنا نطلع فاصل واكيد هنكمل معاكم باقي البرنامج.